يحكي وبطل يعرف يحكي بطل يعرف يحتك بالناس ويحكي مع الناس مثل ما هو كان في فيلم هاي فوابي نعم كيف ذكرت زين جمهور جورج والسوف قصة تانية وحالة خاصة ما فيك إلا ما تتوقف عندها. من كل الأعمار، من كل المناطق، من كل الفئات، أبو وديع وحده قادر يجمعهم. حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيوني عند الناس ما خلت وعي وردي وردي وقالي خلي عندك خبر. كلهم بينطروا طلتوا على المسرح وبالآلاف بيملأوا المدرجات وبيتفاعلوا مع كل حركة مع كل غمزة ومسحة وأكيد مع كل غنية حافظينها من الأول للآخر مثل كل أرشيف مطربهم المفضل. عند جمهور جورج والسوف كل الأغاني بتنحب وبتنحفظ وحتى عبارات أبو وديع على المسرح إجاباته بمقابلة تعليقاته كلها بتصير مثل حوارات مسرحية بيرددوها بيومياته. الجمهور عنده لهفة خاصة للوسوف فهو حاضر يلاقيه بالمطارات على الطرقات وحتى بالبيت بالورد الشموع والصلاة. بحنية غريبة واهتمام صادق وخوف على صحته وغيرة على أعماله جمهور الوسوف ما بيغيب عن فنانه المحبوب وبيتمثل فيه بحركاته قصة شعره دقنه وتيابه تيصيره المنتمين للحزب الوسوفي بيشبه قائدهم الشعبي سلطان الطرب اللي سلاحه صوته والغنية. علاقتك بالجمهور غريبة غريبة؟ عندك حزب اسمه حزب الوسوفي تعرف بيدولك شموع بيزوروك ببيتك بيخافوا على صحتك بيطالبوا فيك وين ما بتكون بالمطارات بالشوارع بيلاقوك ما منشوفها كتير. هيدي قصة حب كبيرة حكينا في كتير هيدا ايه لا بس انه ايه اكيد تحكي فيه لانه هيدا رصيدك ما حكينا فيه ما حكينا فيه ايه بس حكينا على العلم فيه عظيم بس هني بيحبوك بس بيحسبوك يعني لما يكون في شيء ما بيحبوه بتحس انه بحسبوك ولا بحبوك على كل شيء؟ ما بدي اقولها كبير يعني انه لا قولها كبير خالصين شو بعرف لا شو بدي احسبوني؟ طب انت بتحب ما بعمل شيء انا انا ما بعمل شيء بس انت بتحب انه يحبوك بكل شيء يعني مثلا انت اوقات في انسان بده ايه ما بحب انه الناس تحبه شو ما عمل بتحب اخلاقياته والسلوك تبعه كيف بغني كيف بعامل البشر بعامل الناس اللي بتحبه. عم تحكي عن كل الايجابيات اللي فيك بس اوقات ما عندي ولا سيئه اوقات بس عصب خلص زيحوا من تحبوني وبعدين خذ اشياء اللي خلصوني يلا بعدين تعمل هلا بس تعرف بحبوك مش لان يعني انت تعصيبك يعني نابع عن انه انت بحاجه لترتاح طبيعي طبيعي لانه ما يعني فيه ما في استفزاز شوي طيب بس الجمهور اوقات طب حدا بروح ما ياكل من مطعم بيرجع بلا اكل لا اكيد هيك طب بس الجمهور اوقات بحب اغاني لإلك انت ما بتكون بتحبها يعني بياخذ كل شيء بالمغنى بسير قدر الامكان
مش ما بكون بحبها، بتكون ما لها جائزه لغنية انا والفرع اللي معي. بس بتلاقي ان الجمهور لازم يسمع كل شيء او كل نسية ما بعرفها، لازم ينقي اغاني حلوه، ولا الوسوف شو ما بيغني لازم نحبه؟ شكرا. ها هي لازم نحبه شو ما غنى، مش لازم هيك شو بعرف اللي فرضين علي. طب الفنان ما بتصير يتكل مثلا، هلا بيجي لك بتقول انا الوسوف خلص راح يحبوا مني كل شيء؟ لا هيدا الفرق، الا في مسؤوليه هيدي ما بنساها ولا ثانيه. هون بدي وصلك، بدي اطلع بكل شكل لي قدام الكل، بدي اغني له من كل قلبي، نص قلبي ها اكيد. والوحيد يلي ما بستخف ولا في شيء هو عملي، يلي هو بس اطلع على المسرح ولا باي شكل. ولما تغني من نص قلبك وهن بيغنوا لك نص قلبك بيغنوا معك كل الوقت دائما بيسلطنوا على اغانيك ولا بيحبوا هيك؟ بيسعوا جملة خلص كفي انا. طب ابو وديع يعني اللي عم بتشوفه حواليك، كنا فتحنا شوي موضوع البين قوسين قلت لي قبل اللي هو الفن اليوم، وقلت لي ما في فن. ايه هلا صار بدنا نحكي. ما هي انت ببين عليك لما تكون بدك توصل رساله وبتقولها دغري ما بتلف وتدور. بدي لك كلمه، قلنا الحقيقه شو انا بغني، بعتقد بغني صح. وبغني بعتقد معلم طبعا بالمغنى صح. بعتقد ما بعرف صحيح هلا انا متاكد بس بعتقد على ما تعتقد المطربين والمختصين والجمهور بيعرفوا هيك. حتى السائل ما بتقدني، الحمد لله رب العالمين. ليكي من كل قلبي بحكي، انا بغني له من نص قلبي، واثق من حالي انا شو بغني، واثق من حالي انا شو بعرف، شو انا اللي بعرفه انا اللي كسبته بحياتي من الفن، بعرف فايده بكاس عادية. هلا في ناس محبتهم يمكن ما بيعرف شو بغني، هذا شيء ثاني اكيد. في ناس هيك بحبوه ما بتعرف، في ناس بيقولوا لي محل مش لازم يقولوا اي فئه بتحب اكثر، اللي بحبوك لان بيعرفوا شو بتغني ولا اللي بحبوك لانك انت هيك؟ فئه ب يا نصيب صرنا. لا لا بحب الكل، مطلق شخص بحبي بدي احبه واسمع راسي، واللي ما بحبني بدي احبه يعني بيضلني وراه ليصير يحبني. اخذ حقك كثير. طب ليه بتقول الفنان الحقيقي حقه مهدور؟ إذا أخذ حق على أي حق عم بتدور؟ أنا كان الله أعطيني موهبة الاحتيال علي، ما بعرف مش احتيال. سوري أنا من هالكلمة. لا بطل هلا ما بعرف وضعي معه أنا اللي ما بعرفه. بطل رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بس في نجوم غناء كبار كانوا انمسحت أحلامهم بسبب أسماء جديدة طلعت، يعني تغيروا كأنه ميزان أو مقياس الفن، مشان هيك بتقول إنه اليوم ما في فن؟ في نجاح؟ ما بعرف شو إحساسهم هن، بس يشوفوا إنه حدا طلع بده يأثر عليهم أو شيء. أنا لا ما بطلع ولا بعرف اسم. طب بس في أسماء؟ لا بل بساعد الكل. مظبوط. والله مرة شفت مطرب قال لي كان عندي شاب بسام عندي صاحبي حبيبي، قال لي هيدا مطرب جديد شيء كثير حلو. طلعت شايفه هذا. أنا جبته لعندكم على روتانا. مين الشاب؟ وحياة أمي ما بعرف اسمه. المشكلة مش بس بهاي، يعني أنا بعرف إنه حتى لكن ما في إنسان إلا بده ياكل رزقته بهالحياة. إن كان محبة ولا إن كان مادي ولا أي شيء، الله كاتب لك إياه بدك شو فيه، ولا حدا في يوقف بطريقك مين ما كان يكون. العبد ما في يوقف باللي كانت مربي بتاعك. صحيح. في فيلم هاي فوابير. نعم. كيف ذكرت زين؟ إيه بس رح تذكر كل شيء. هيفا. طب من الله. يمكن رب العالمين بيعرف انه طيبة من جوا، انسانة كريمة، شو بتغني هاي الفوابة؟ عندها غير شيء بحبه الناس على شكلها الحلو، ما بعرف. وأنا بقول الله وفى، إذا الله بده ينجي حدا إلهم حق يحبوها الناس؟ الناس عندها شيء من فضل الله يا بنتي. الله محببهم فيها. أوكي. شو بتغني هاي الفوابة؟ والله ما بعرف شو بتغني. حافظ غني هدية. طيب كثير حافظ منها بس. ما طيب هيدي بلشت بلشت الله وفقها عادي. هي وغيرها وغيرها وغيرها. طيب ابو وديع، في فنانين بيتصلوا فيك بس يكون عندهم حفله بسوريا وبيقولوا لك ليه بسوريا؟ لقلك بيقولوا لك ابو وديع نحن انا عندي حفله بدي دعمك، وانا بعرف شو بتعمل، بترفع تليفون
وبتحكي بدي حفلة تكون فل، وبتحكي أصحابك وبتحكي ناسك وبتقول إذا كنت موجود ليه لما تخطف الضوء مني مش مازال الحفلة. هيدي الحق مظبوط عم يحكي الحق. مين بيعمل غيرك هيك شيء؟ في فنانين بيتصلوا بفنانين ثانيين؟ كل الناس خير وبركة يا جماعة، ما بعرف حتى بلبنان أخلاقيات الناس ما بعرف أخلاقياتي أنا، بس هيدي واثق منها فيني أحكي عنها. أما أخلاقيات غير ما بعرف كيف، شو بفكر جوا، شو بفكر براسه، شو في بقلبه، شو نيته على غيره ما بعرفها ولا فيني أعرف. أبو وديع في كثير فنانين بينقال إنه إذا غابوا هالأسماء الفن بيصير بخطر، الفن ممكن يصير بخطر عند غياب مين؟ عند غياب اي اسماء كبيره. ما خلص قلنا لك خلص المغنى الغني المغنى خلص مغنى مزيكا خلص. لا كيف خلص؟ في انت في ملحم بركات في فيروز في ودعم كل معلش يمكن احنا صرنا اواخر شو بعرفني مين انتو؟ ما بعرف مين. ايه اكيد ملحم فنان شو بدنا نضل نعيدها على طول؟ خلص ما في ناس عم تشتغل على تامر ملحم يعني ما بيطلعوا يضربوا بالفن مظبوط وضعي صافي على طول بعمر يا رب يخليك. صحيح بس عم اسمع بعد عم اغني هلا بقول دخيلك يا رب. هذا شيء ما دخل بالنجاح، ما في اختراعات جديده بالفن، لا عم يخترعوا شيء وجع الراس. الله يسترنا من هالملحنين، شي واحد اهبل، شي واحد عنده كاركتر شكل شو بعرف. هل بيك لحنت؟ على شو لحنت؟ بحط لي اللابتوب وبحط كيبورد حد هون بيعمل توت 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 يلا شغل اشوف يا عمو انت اشتغل طلع لحن. هيئتك اخذت منهم لا عارف تفاصيلهم شو بيعملوا، اخذ منهم هو ايه بيجي لعندنا سمعوني اوقات ايه ما بتاخذ منهم؟ لا باخذ منهم بتسير قال لنا وحده انت شو بدي اعمل؟ بقول بك يمكن له حظ اذا نجح ويمكن له حظ ونجح الله يوفقه. مين الملحن اللي بتقول اليوم بعد 35 سنه فن بتقول هيدا ما بستغني عنه، هيدا عطاني احلى ارشيف عنه؟ احلى ارشيف عطاني اياه شكل موجي. شكل موجي من 36 سنه لهلا. ومين من الجديد بتقول ممكن افتح له يعني مجال؟ ولي اكثر نص ارشيفي ثلاث ارباع ارشيفي شاكر موجي. ما بقى في مثل شاكر موجي اليوم؟ كمان صحيح صلاح شرنوبي طبعا. عم تذكر كبار هولي صار لهم فتره طويله، طيب بالجديد ما في حدا بيشبههم هلا؟ لو فنانين بس عم بحكي على شاكر، شو شاكر؟ شاكر اما واحد عندي اياه بوصف كلها ما بعد ما راحت العمالقه كلها القديمين، اخر واحد بني حمدي الله يرحمه. شاكر فنان كبير. وامجد العطافي لا يكون شأنه يعني. بس تذكر الفنانين مثل بليغ حمدي او غيرهم الفنانين الكبار، بس تذكر انت شهدت على رحيلهم يعني كمان، بتقول الله يستر على اخرتنا؟ هلا بقول الله يستر اخرتنا. ليه؟ وقت كنت انا اصحاب انا والكل ما فكرت اخذ غنيه من حدا. كنت بعدني شاب طالع جديد وعم غني وناس بحبوني. ما فكرت اخذ غنيه من بليغ من الموجي الله يرحمه كمان. غلطت؟ الله يرحمه عبد الوهاب كمان نطرني ما رحت. شفت؟ غلطه. غلطه كبيره طبعا. بس كنت ولد. ما كان في حدا حداك ينصحك؟ او انت ما كنت ترد على حدا؟ من صغرتك بدي دايما تطلع شهية هلا صار شوي عم صعبية يعني شوي من على صغر طرشة؟ من انت وصغير دايما كالطرشة؟ لا عن جديد هلا بصوا على الايام هلا بصوا في اشياء ما حلوة تسمعها هالايام بتدير دايما كالطرشة؟ في شيء ما حلو هالايام مش معقول مش عاجبك شيء؟ ما في شيء عاجبك؟ ابدا ابدا ابدا. بس في اصوات انا بعرف في اصوات بتقول صوته حلو وفي بتقول انه كان يعرف يغني اليوم ما بقى يعرف يغني، قول كتار. انت بقول خلي الناس تعرف كيف بتفكر وشو بتقول. مين بده يقول؟ على اللي بتشوفهم بغنوا حلو وما عندهم حظ، وعلى اللي كانوا يغنوا حلو اليوم ليه بطلوا يغنوا حلو؟ لك مين؟ والله ما برأس حدا. حيط الله. طب ليه قولك بطلوا يغنوا حلو؟ شو بيلغي الاحساس عند المطرب؟ ما بني ادم بني ادم. بني ادم الله اوقات في شيطان براس بني ادم اوقات بغيروا. المادي المصاري. اذا كان بعده هيك درويش وفقير وطيب. بيطلع احساسه احلى. يمكن بس يشوف حاله على التلفزيون ثلاث اربع مرات ويقول عن الفنان او غنى على شي مسرح في جمهور كبير يقول خلاص هلا بطل يعرف يغني وبطل يعرف يحكي بطل يعرف يحتك بالناس ويحكي مع الناس مثل ما هو كان. اللي انا نفسيتي من يوم بلشت هلا نفسي لا تغيرت معي ولا شعره. طيب واقسم بالله العظيم صحيح ولا شيء بيأثر فيني هذا انا.
هيك معدن يلا خلوه. عشان هيك